نفت هيئة نزاهة طلبها رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب، فيما دعت إلى توخي الدقة حال نقل المعلومات وعدم التصرف بداعي الإثارة والتهويل. وأوضحت الهيئة في بيان إن ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام من أخبار نقلا عن إحدى الصحف التي دعت طلب الهيئة رفع الحصانة عن عدد من أعضاء مجلس النواب لم يكن دقيقا، وصيغ بعبارات مغايرة للتصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة مطالبة بعدم التصرف والاجتهاد من قبل الزملاء الإعلاميين بداعي الإثارة والسبق الصحفيين.